selecting dimensions for stress and nodal zones. يعني شلون راح نجي نختار ال dimensions الابعاد مات stress وين nodal zone. يعني مهم لازم انه نعرف هذه الابعاد حتى نقدر نحل ونشوف ايش قد مثلا الارض مالته نودر زون ايش قد المنطقه مالتها ايش قد الابعاد مالتها حتى نقدر نحل. اكو عندنا بعض الملاحظات. The width of each stress member depends on the magnitude of the forces and the dimensions of the adjoining element. يعني هنا العرض مات each stress member يعني قلنا بالستريت تايم ميثود مثلا عندنا هذا البيم ونحله ستريت تايم ميثود. اوكي قلنا شلون ستريت تايم ميثود انه راح يكون بشكل تراس ياخذ شكل تراس فاكو بيهن مثل هذا راح يكون ستريت يعني راح يعني كومبريشن وهنا عندنا تنشن. اوكي فهسه ال width of each truss member يعني هنا ال truss member هو شنو truss member؟ truss member هو يا اما يكون ال compression او tension يعني يا اما يكون ستريت او يكون تايم. على من يعتمد لنا؟ يعتمد لنا على ال forces يعني ايش قد هذا ال forces يعني شيء طبيعي فاذا هو كان هنا يعاني نفد forces كبيره اذا لازم هذا ال dimension مالته شنو؟ هو هذا سترس يعني مثل الكولوم لازم الدايمنشن مالته كبيره. ليش ولا شلون راح يتحمل لنا الضغط اللي راح يشيله؟ فاذا عليه من يعتمد لنا يعتمد لنا على الفورسز ويعتمد على الادجسنت ممبر يعني على الممبر اللي وياه المرصبات. An external elements such as bearing plate or column. شوف يعني هسه مثلا عندنا bearing plate او عندنا الكولوم يعني هنا مثلا هذا هو كولوم. نفرض هذا كولوم. او نفرض بيرنج بليت هنا بيرنج بليت هنا ومخلين عليه اللود. اوكي فهذه هي اللي راح تحدد لنا منه على النودل زون يعني هذا احنا النودل زون وين النودل زون؟ النودل زون هاي النودل زون اللي هي المنطقه اللي راح تلتقي بيها الكمبريشن اللي هو السترت والتايب هاي منطقه النودل زون. زين هنا من نقول مثلا سترت شوف بهذا الشكل هسه شوي خلينا نرسم واضح هذا هنا كولوم صح لو لا وهنا هذا لود وهنا كولوم فاذا اريد نرسم هذا سترت هذا تاي وهذا سترت وين عندنا هذا عندنا النودل زون هاي النودل زون عليه ما راح تعتمد لنا راح تعتمد لنا على هذا الكولوم يعني هاي الابعاد مالتها تعتمد على الكولوم او البيرنج بليت ممكن نخلي البليته فاذا يا اما البيرنج بليت او الكولوم فابعادها هي اللي راح تتحدد ليش؟ لانه راح ينقل الحمل هنا راح ينقل من الكولوم هذا رياكشن من الكولوم حتى ينقل يدخل لنا هنا شوف حتى ينقل هنا بهذا التراس شلون راح ينقل؟ ايش قد المساحه مالته هي على اساس مساحه هذا الكولوم او بيرنج بليت يعني خلي بيرنج بليت هي من عندها راح ينقل من البيرنج بليت المن لهذا السترت والتاب او الكولوم مش قد مساحه الكولوم. اوكي فاذا تتحدد على اساس البيرنج بليت او الكولوم هاي منو النودل زون. اذا كان البيرنج اريا از تو سمول فبعض الحالات انه هاي البيرنج اريا يعني هاي المساحه اللي راح تنقل خلي بيرنج بليت او بيرنج اريا اللي تنقل لنا الحمل ممكن انه سمول فهاي هيدروستاتيك بريشر ريزلت الهيدروستاتيك بريشر راح يكون كبير and the corresponding width of the node or systems will not be sufficient to carry the applied load. يعني احنا كل ما تكون bearing plate المساحه صغيره طبعا يعني هاي شيء اعتيادي انه كل ما نصغر المساحه فهنا هاي المساحه فاذا هو نفس اللود والمساحه صغيره معناها ايش راح يكون لنا؟ راح يتحمل لنا فد فورسز عاليه ستريسز عالي واحتمال هو ما راح يكون كافي حتى يحمل لنا الابلايد لود.
فحتى نحل هاي المشكله راح نزيد السايز اوف بيرنج سيرفيس، يعني البيرنج بليت ممكن نزيدها او الكولوم ممكن انه نزيد مساحته حتى نقلل من البريشر اللي راح يصير لنا بين الكولوم وبين البيم. سم ديزاينرز يعني هنا بعض ممكن هو يعني ديزاينر هو المصمم intentionally select strut and نوت that are large enough، يعني هو يختار النود، يختارها النود على اساس انها نود كبيره اوكي، وحتى السترت هو يختاره انه راح يكون هنا لارج، حتى شنو حتى الكمرشن سترس هو راح يبقى لنا قليل، فهو اعتياد. يعني احنا كل ما نزيد من البيرنج بليت او نزيد من السترس معناه شنو؟ راح يكون راح يكون الضغط اقل. هنا نقطة مهمة يقول to minimize cracking and to reduce complications that may result from incompatibility in the deformation due to strut shortening and ties elongation in nearly the same plane. يعني هنا حتى نقلل او نخلي الكراك يكون اقل شيء minimize يعني نخلي اقل ما يمكن. فاذا حتى نقلل الكراك ونخليه مينيمايز اوكي، فايش راح نسوي؟ طبعا هاي ليش يعني اكو بعض التعقيدات، يعني انا من بعض الامور انه بسبب الديفورميشن هنا راح يكون غير منتظم بين من بين السترات والتاي، لانه التاي راح يصير بيه الونجيشن لانه يعاني شد، والسترات راح يصير بي شورتنينج يعني يعاني ضغط، فاكو يصير شنو هنا مو نظاميه، يعني كراك راح يصير عندنا وهنا التصرف مالته راح يكون غير نظامي. حتى اسيطر على هذه المشكله فايش راح يكون؟ راح يكون انه الزاويه اللي راح تكون بين السترات والتاي اقل شيء تكون 25 درجه، يعني ما يصير اقل من 25 درجه، يكون مثلا هذا السترات وعندنا هذا التايب، فالزاويه هنا المفروض اقل شيء 25 درجه، اذا اقل لا تتخربط الامور. شوف اذا اقل يعني بهالشكل هذا مثلا راح نقلل اقل من 25، وجدوا انه ما راح يصير لنا كومباتبلتي، يعني ماكو توافق بمن بالديفورميشن اللي يصير لنا بين السترات والتايب، وراح يصير توزيع غير منتظم ويصير مشكله بالكراك. Designers, however, often prefer to use an angle of at least 40. يعني بالمصممين لا ممكن يفضل ان ال 40 هو صح، هسه هنا جاي يقول لك المفروض مو اقل من 25، ولكن المصممين هو دائما يفضلون انه تكون الزاويه اكبر هي 40 because forces in the strut and tie are often unacceptable high at lower angle. يعني راح تكون هي اكثر توافقيه واكثر كومباتبل من قد ما يكون الزاويه هي من 40 فما فوق. يعني هنا شوف هسه هذا مثلا عندنا هذا هو شورتنج، يعني هذا سترت وهذا تايب. شوف قد ما تكون الزاويه صغيره بهالشكل مثلا هنا راح ما يصير توافق بين من هذا يصير بي شورتنج وهذا يصير بي الونجيشن، لا هو يقول لك 25 او كانجينير يعني براكتيكال راح يقول لك لا 40 خليه اوكي اقل شيء 40، حتى ممكن هذا يصير بشورتنج اوكي هذا يصير بتنشن، فاكو فالتوافق بين الاثنين. بالنسبه للنودل زون، شوف ديزاين للنودل زونز، ديزاين للنودل زون is based on the assumption that the principal stresses within the intersecting strut and tie are parallel to the الاكسس اوف ذس ستريس ممبر. يعني هنا هسه احنا جاي نفرض انه ستريس يعني برنسبل ستريس يعني الاجهادات الرئيسيه مالتنا بنقاط التقاطع هي السترات والتاي موازيه للاكسس اوف ذس ستريس ممبر. يعني انا من اجي مثلا هذا السترات هذا لنفرض هذا التاي، يعني برنسبل اكسس ما راح يصير، هو موازي له هنا وذن اوكي
parallel to the axis of this citrus member. موازي للستريس ممبر. The width of the citrus anti are in general proportional to the magnitude of the force and the element. نجي لي يعني حكينا ازيد من مره من معلومه انه يعني الويث العرض مال الستريس او التاي يعني هسه انا هذا الستريس ايش قد اخذ عرضه؟ يعني ايش قد ممكن انه يعني هو هذا يعتمد على ما قلنا يعتمد على الفورسز يعني ايش قد فورسز هنا راح ينقلها اوكي كل ما فورسز عالي المفروض شنو الستريس المفروض عالي حتى يقدر ينقل لنا فورسز يعني شلون مثل كولوم فكل ما اخلي عليه فورسز اكبر لازم يكون شنو الكروس سكشن مالته اكبر حتى يتحمل لنا هذه الفورسز فاذا هو proportional to the magnitude of the forces in the element. إذا كان عندنا two or more stress converge on the same faces يعني بعض الحالات أنه أكثر من stress راح يجون على نفس الفيسز such as shown in figure شوف بس هنا الفيجر 17-9 هاي الفيجر 17-9 شنو نجي هنا ال A وال B شوف هنا هذا هو النودل زون وعندنا هذا سترت بحط ضغط بسترت هنا ضغط هنا جاينا ازيد من يعني ازيد من واحد ازيد من سترت على نفس الفيسز يعني سمي نجي هنا على هذا الفيس اي بي لا اكو عندنا وحده هاي سترت وحده من نجي للبي سي ناشنال ايضا سترت وحده ولكن هسه من نجي لهذا الفيس اللي هو الاي سي شوف هذا سترت وسترت يعني اثنين يعني عندنا تو سترات الى نفس الفيسز اوكي طبعا اذا نريد نمثلها هاي يعني ناشون هاي النقطه هي دي اللي هي نودل زون وعندنا هذا كومبريشن كومبريشن شوفوا هنا هذين الاثنين راح يكون على نفس الفيسز فايش راح نسوي بهاي الحاله اذا جت لنا في نفس الفيسز It is generally necessarily to resolve the forces into a single force يعني معناه انه راح نحلل نعيد تحليل هذه الفورسز الى single force and to orient the face of the nodal zone وبعدين راح ندور الفيس مات يعني هذه الفيسز مالت النوتر نوزل زون so that it is perpendicular to the combined force لما نجي نشوف هنا شوف هنا هاي عندنا هاي المشكله وين هسه عندنا؟ عندنا هنا هذا الفيس جيت بي ازيد من كومبريشن ازيد من سترات هذا سترات وهذا سترات ازيد من واحد فايش راح نسوي راح نعيد تحليله يعني هذه الاثنين راح نخليه ايش قد راح نخلي واحد ونخلي الفيسز شنو راح يصير اورينتد بحيث يكون عمودي على اليمين على هذا الواحد شوف هذا الفيس مالت التي اوكي هسه هنا اثنين حولناها المن الى واحد وهذا الفيس راح يكون عمودي على اليمين عمودي على هذا السترات و بهذا الشكل ممكن انه يعني شلون راح نجي نمثلها صارت لنا ثلاثه فقط يعني كان الاثنين على نفس الفيس اللي هو الاي سي شنو حل الناس او هنا المن الى فقط واحد وهذا الفيس راح يكون عمودي على اليمين عمودي على السترات نقطه مهمه الى الثيكنس للسترات والتاي والنودل زون يعني هسه من يجي يشوف هنا أنا. هذا هو النودل زون اوكي ممكن الدايمنشن احنا نجي ناخذه اوكي الدايمنشن هسه جاي نجي هاي ناخذ الدايمنشن ولكن الثيكنس هنا الثيكنس على من يعتمد يعني البعد الثالث اللي من هناك موجود على من يعتمد هنا يعتمد لنا على الثيكنس مالت من مالت التربيب اللي موجود اوكي يعتمد على الثيكنس مالت المنبر اذا هي نفسها فالثيكنس مالته هو نفس الثيكنس مالت التربيب If the thickness of the bearing area is less than the thickness of the member. إذا كانت الـ bearing area يعني هنا شوف بس هنا هاي النودل نفرض هذا هو كولوم هنا وهنا هاي bearing area. إذا كانت لا الـ thickness مالت هاي الـ bearing area يعني ما مخلين انه يعني هاي مالت الكولوم يعني أقل من من؟ أقل من البيم مثلا. إذا كان الـ thickness هو للـ bearing area هنا أنا أقل من من؟ thickness of the member.
It may be necessary to add reinforcement perpendicular. إذن هاي الحالة راح نضيف تسليح عمودي إلى the principal plane of the member to add confinement and frame supporting parallel to the plane. إذن راح نضيف تسليح عمودي يعني هنا أنا حتى نسوي confinement مش نسوي تسليح عمودي. تسليح عمودي هذا التسليح العمودي حتى يسوي لنا confinement يعني شنو راح يصير حصر الملي الكونكريت حتى ما يصير بي شنو باكلينج. ليش هسه هنا الكونكريت شو يصير ممكن انه يتعرض لنا الى يعني شلون نقول باكلينج يصير نتيجه السترس الاجهادات اللي تصير عرضيه، فممكن نخلي انه تسليح عرضي حتى يمنع لنا سبورتنج بارالل تو ذا ابليه يعني السبورتنج نسميه مو باكلينج وانما سبورتنج يعني الانشطار اللي يصير لنا الموازي الى البلين. نجي للكباسيتي اوف سترات ايش قد الكباسيتي مالته. فالسترات كباسيتي از بيست اون بوث ذا سترينث اوف ذا سترات اتسيلف يعني يعتمد على السترينث مالته. يعني قلنا هذا هو السترات فايش قد السعه مالته؟ ايش قد سعته؟ ايش قد يتحمل؟ على من يعتمد؟ يعتمد على السترينث مالته. يعني الكونكريت مثلا السترينث مالته قليل، التحمل مالته قليل، يعني وكانما كومبريشن ممبر يعني كانما كولوم هنا. فعلى من يعتمد؟ يعتمد على السترينث. والسترينث اوف ذا نودل زون، والنودل زون يعني هاي المرتبطه به ايضا المقاومه مالته، فاذا يعتمد انه على السترينث مالته مالت السترات والسترينث مالت النودل زون. فاذا كان هذا هو السعة مالته الكباسيتي insufficient يعني غير كافية فالديزاين must be revised by providing compression reinforcement. يعني هنا إذا كانت هاي السعة مالته غير كافية أنا هذا السترت مالتي هو ما يكفي ما قاعد يتحمل لنا الفورسز اللي عليه فايش راح نسوي؟ يا أما نخلي compression reinforcement تسليح compression تسليح مال الضغط يعني يعني هو ما يتحمل لنا ضغط فش اخلي الكونكريت ما جاي يتحمل ضغط اخلي reinforcement تسليح حتى يتحمل لنا ضغط or by increasing the size of the nodal zone this may in turn affect the size of the bearing plate or cone يعني من او نزيد بمن size of the nodal zone زيد in nodal zone شلون ازيد هذا السايز مال nodal zone ازيدها عن طريق ازيد البيرنج بليت يعني هاي السايز مالت النودل زون انا من تعتمد على البيرنج بليت او الكولوم السايز مالت الكولوم فاذا ازيد السايز مالت النودل عن طريق زياده بمن بالبيرنج بليت او الكولوم. It's a design of ties and anchor. Ties قلنا هو التاي اللي هو شيد وعندنا هذا سترت اللي راح يكون compression وعندنا هنا التنشن هذا التنشن هو التاي والانكرج الانكرج يعني هذا اللي راح نلزمه هنا أنا. هاي منطقة الانكرج. To control cracking in a D region حتى نسيطر على الكراك اللي يصير لنا فالتايز ار ديزايند سو ذات سترس ان ذا انفورسمنت از بلو يلد ا سيرفيس لود اذا معناه احنا قلنا منين يجينا التاي؟ التاي هو التنشن والتنشن احنا منين نجيبه؟ نجيبه من التسليح من الرينفورسمنت اوكي فاخلي هذا التسليح المفروض هو اقل من اليلد ات سيرفيس لود حتى ليش؟ حتى ما يصير بيلد حتى ما يصير بينا كراك. والجيومتري اوف ذا تاي الجيومتري must be select so that reinforcement fits within the tie dimension at is fully anchored. اذا هذا التاي هذا التسليح مالنا التاي ايش بي هو من ضمن التاي دايمنشن راح اخليه بالتاي دايمنشن يعني مو اكبر من عنده وانما بالتاي دايمنشن ايش قد احسب التاي دايمنشن
هو راح اخلي التسليح هو هذه المنطقه، ولازم هو fully encouraging. اوكي، ال anchor vortex is provided within the nodal and extended nodal zone plus regions on the far side of the nodal that may be available based on the geometry of the member. يعني احنا منين نجيب الانكر للتاي؟ يعني المفروض احنا قلنا نخلي تاي، تاي هي هاي وشيش التسليح. اوكي، فالمفروض لازم اكو انكر. اوكي، يعني لنفرض انه هذا عندنا فتيم. اوكي، وخلينا هنا التسليح هذا بالاسفل تسليح، وهنا ماكو انكر، يعني بدون انكر. فايش راح يصير؟ من راح يصير هنا اللود، راح يصير ديفليكشن، راح يصير سليب هنا. من يصير سليب معناه انه ما اشتغل حديد التسليح، صار الكراك. اوكي، يعني هو ما فيش الحديد التسليح، ما صار بي يلد. وانما وين المشكله؟ المشكله هنا بالانكر، يعني هنا ما لازمينه. فايش راح يصير؟ راح يسليب، يصير انه وين؟ في حديد التسليح. فاذا لازم اكو انكر، الانكر مهم للتايب. منين نجيبه هذا؟ لازم وين؟ من ضمن نخلي بالنودر زون، وعندنا هاي النودر زون، فاذا هاي منطقه النودر زون هي راح تكون انكر، منطقه النودر زون وايضا اللي بعد النودر زون، المنطقه اللي بعد النودر زون اللي بعدها اللي تكون هنا بعيد عنها. طبعا هاي تعتمد انه حسب الجيومتري يعني مالت الممبر انه شلون راح تكون هنا المنطقه ابعد من هذا، هي هاي تنوخذ هي على اساس الانكر الى التايب. الفيجر 10 شوف هنا اي ريستريت اند اكستندد نودل زون، يعني اكستندد نودل زون يعني التوسع اللي يصير لنا بالنودل زون هو هذا اللي راح يكون انكر للتايب. اند ذا لينث افيلبل فور الانكر اوف تايب اللي هو ال LI. هنشوف الفيجر اللي هو 10 10 اي، هذا الفيجر فيجر 10 اي. نشوف هنا هسه هذا هو نودل زون. اوكي، هذا النودل زون، هاي طبعا بيرنج بليت. اوكي، وهاي هي النودل زون، هذا الاكستند للنودل زون، هذا الاكستند. شوف هنا ايضا هذا هو النودل زون والاكستند نودل زون واكستند نودل زون. هنا راح يصير اكستند، هذا توسع النودل زون المفروض اللي هنا، هذا راح يصير لنا الاكستند. فال ال اي هي اللي راح تكون الانكر، صح؟ هاي ال ال اي. فمنين راح تكون؟ راح تكون منها طبعا توسع. شوف هنا هذا رينفورسمنت وين؟ يعني ابعد من النودل زون قلنا راح يمتد، فراح يكون منا ال LI هو منا الى هنا. فجاي يقول شوف length available for anchorage of tie ال LI، فايش قد ال anchorage of tie، ايش قد ال length المتوفر لنا لل anchorage of tie، يعني هذا منا الى هنا هذا هو ال LI، منا الى هنا هو هذا راح يكون الانكرج، هذا اللينث اللي راح يكون انكرج الى التاي. In this case the tie extended، شوف هنا التاي extended to the left of the nodal zone to allow for full development of the reinforcement. اوكي، هنا قلنا امتد هذا، شوف هذا reinforcement امتد لنا الى هنا. اوكي، هسه نجي الى الشيب اوف اكستندد نودل زون، هذا الشكل مالته هنا على من يعتمد؟ اكستندد نودل زون شو يقول على من يعتمد؟ هنا يعتمد هذا على من؟ على ستريت انجل ثيتا، على الثيتا اللي هي ستريت انجل قلنا هي الزاويه. شوف هاي ستريت انجل، هاي شوف هاي الزاوية ثيتا اللي هو هذا السترت ويا التايم، هاي الزاوية. اوكي، هاي الزاوية ثيتا، فإذا يعتمد ان هذا الاكستند على اليمن،
على angle هاي الزاوية and width of the tie. Width of the tie. WT. Okay. What width of the tie? اللي هو WT. يعني ايش قد عرض التاي؟ هذا هو عرض التاي، اوكي؟ هذا عرض التاي اللي منها الى احنا. يعني هذا شيش التسليح. لما نجي ايش قد عرض التاي اللي هو WT. اوكي؟ هذا عرض التاي، الويث اوف ذا تاي. ايش راح يكون انه شيش تسليح هذا مثلا اربعه، فايش قد الاس هنا راح تكون ثلاثه. وهنا عندنا كفر، وهنا يعلى ايضا بقد الكفر، بقد الكفر. اوكي؟ فاذا 3 في اس زائد 2 كفر، هذا راح يعطينا شنو؟ دبليو تي. شوف هذا هو دبليو تي اللي هو العرض للتايم. فاذا الاكستندد نودر زون، هاي الاكستندد ايش قد تعتمد؟ تعتمد على هذا عرض التايم، وتعتمد لنا على الزاويه، هو راح يعطينا ايش قد الاكستندد. هنا الفيجر 10A illustrate the geometry and dimensions of CCT node with a tension tie that contains multiple layers of reinforcement. هذا الشكل عندنا، هذا هو، وجاي نشرح عليه. هذا هنا كومبريشن، وهذا كومبريشن، وهذا كومبريشن اللي هو جاي هنا من الرياكشن كل كولوم، وهذا تنشن اذا نسميها هاي نوتش نسميها سي سي تي. اوكي، تنشن تاي كونتين مولتيبل لايرز اوف رينفورسمنت. شوف هنا التسليح مالته هو مولتيبل لاير، 1 2 3 4، يعني هنا ازيد من لاير من تسليح. وعندنا الفيجر بي شوز سي تي تي نود زون، وهاي شوف هاي هاي نود زون قلنا، وهنا شنو عندنا؟ تنشن. اوكي، هذا تنشن وهذا كومبريشن، راح اسمي سي تي تي. اف انسفيشنت length is available to anchor the reinforcement. يعني إذا ما عندنا، يعني ما عندنا في الطول كافي حتى يلزم لنا التسليح within the nodal and the extended nodal zone. يعني من ضمن النودل زون، يعني قلنا احنا هذا التسليح وين راح اخلي انكر؟ ضمن النودل زون، وهاي الاكستندد كلها راح يكون هي المن انكر الى reinforcement حتى ما يحصل ب ما يحصل سليب بالرينفورسمنت. واذا كان عندنا طول غير كافي حتى ممكن انه نوفر الانكر الكافي للرينفورسمنت، ايش راح نسوي؟ ذا رينفورسمنت ماست اكستند بيوند ذا نود اور اهو، يعني خلف النود هي راح تتوسع عن خلف، او نخلي الهوك اور هيدد بار ماست بي يوزد تو فولي ديفلوبمنت ذا رينفورسمنت. يعني راح ان هذا، يعني انه هذا التسليح، هذا التسليح المفروض يوفر لنا انكر. منين راح يوفر انكر؟ وفر انكر من النود و الاكستندد نود، هي توفر لنا الانكر. اذا ماكو ايش راح اسوي؟ راح اسوي هنا راح اخلي توسع المن للرينفورسمنت، او اخلي هوك هنا حتى يلزم لنا شيش التسليح حتى ما يصير عندنا سليب. Design details and minimum reinforcement requirements. A complete design includes verification that. يعني أنا من أريد أصمم حتى أحقق إنه حتى يكون هذا التصميم مالتي أوكي complete، كامل هذا التصميم، لازم نحقق لنا بعض الشروط. يعني أولاً التاي reinforcement، يعني حديد التسليح الموجود بالتاي، وحديد التنشن يعني اللي موجود، فهذا الحديد منها بالتنشن can be placed in the section. يعني هذا حديد التسليح ايش قد، راح نجي نحسبه ايش قد كم متر، وموجود هنا في هذا المقطع مالت السكشن.
النودل زونز ار كونفايند باي كومبرسيف فورس اور تنشن تايب. يعني النودل زون يعني نحدد التايب، نحدد النودل زون اللي هي الكونفايند بالسترات او التايب. وايضا حقق مينيمم رينفورسمنت ريكويرمنت ار ساتسفايد، يعني اقل تسليح ممكن انه نخليه. فاذا مينيمم رينفورسمنت ايضا المفروض نحققه حتى نقول انه هذا التسليح هو او الديزاين هو هذا راح يكون متكامل. Reinforcement within ties، فاذا التسليح في منطقه التاي must meet the ACI code requirements، لازم نحقق يعني على الاي سي اي for bar spacing، يعني قد المسافه بين شيش وشيش اللي هي البار سبيسنج سي سكشن 4-5 سي and fits within the overall width and thickness of the tie. يعني راح اخلي هنا بالتاي راح يكون احقق السبيسنج بين من بين هنا هذا السبيسنج بالويث مات التاي وايضا بالثيكنس، يعني عندنا هنا البعد الثالث اللي هو الثيكنس، ايضا هذا السبيسنج المفروض حققينه حسب الاي سي اي كود. The tie details should be reviewed to ensure that ties are adequately developed on the far side of nose by tension development length. يعني لازم نوفر development length حتى نضمن الانكر اللي يصير لنا الانكرج اللي يصير لنا بال، يعني لازم اكو انكرج بالreinforcement. The shear reinforcement requirement، متطلبات الشير are satisfied by ensuring that the factor shear is less than the ACI code maximum. يعني الشير لازم اقل من هذا ال ACI code maximum as described in chapter 5 longitudinal cracking of the bottom shape strut is controlled. يعني احنا ما عندنا قلنا strut ممكن انه يكون بشكل bottom shape، فاذا هذا راح يحصل ب كراك، فالكراك شلون يكون هو لونجيتيودنال كراك، فاذا هذا اللونجيتيودنال كراك المفروض احنا اس كنترول يعني مسيطرين عليه ما يحصل ما حتى لا يصير لنا فشل بالسترات. Or the minimum reinforcement requirement described in section R، وايضا minimum reinforcement نحققها يعني نحققها في الديزاين.